بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. عندنا هاي المروحة طبعا هي ألمنيوم، فاتحها صاحبها وصار بها قطع، فنريد نعرف شلون نعرف القطع بأي مكان وبأي جهة وشلون نكتشفها. طبعا دائما لوحة السيريس تعرفوها استخدمها بدلالة الفحص. راح نشوف هسه التوصيلات منها. هسه عندي اشتغل غلوب السيريس، تشوفون الجدح هذا معناته اشتغل عندي، ما اقدر اطلع لكم اياه بالكاميرا. نجي ويا هذني ماكو اي توصيل، اذا بس هاي الجهه معناته شنو؟ معناته هذا الخط اللي واصل لهنايه هو الرننج، تشوفون هذا الرننج ويا المشترك اللي هو هذا، هو مشترك هذا تشوفونه صاير سلكين، سلك هنا وسلك هنا، واخذ من الرننج، من الرننج العفو من الستارت. فاذا القطع حددناه بهذا المكان. الملف بالنسبه للملف الرننج بادي، شوفون هاي القطعة الورقة، هاي الورقة المايكة، هذا معناته الملف يبدي منها أو ينتهي هنا، يعني هاي الأولى وهاي الأخيرة، أو هاي الأولى وهاي الأخيرة تقدر تسميها. بالنسبة للستارت أيضا هذا يبدي منها مفتار يكمل الدائرة لهنا، هم تقدر تسمي هاي الأولى هاي الأخيرة، هاي الأولى هاي الأخيرة، كيفك أنت. المهم بداية ملف ونهاية ملف. على كل، أنا هسه حددت الرننج هو بقطع، صار بقطع جراء الفتح، فشلون راح أفحصه؟ راح اجي اجيب القراصه مالتي هناية، لاحظ اول شيء اتاكد ماكو جسم. هسه انا قراصتها من هناية، راح ابدي اخذ نص الملف، لاحظ اذا تلاحظون هسه السيريس عندي توهج السيريس. اذا اني هذا النص عندي يشتغل 100%، راح اجي ااشر عليه، ااشر الخانات، يعني هاي عندي الخانه الاولى هاي الخانة الأخيرة. إذن هذا من ناية كليته شغال عندي زين. أجي راح أنتقل خطوة، ربع خطوة يعني ربع الملفات هنا ما توهج، راح أجي هناية هذا توهج عندي. فإذن شوفكم الجلوب، جلوب توهج. إذن أنا هسه صار عندي عرفت بأنه هذا النص الاولي من هاي اشرتهن، وهاي مشتغله وهاي مشتغله وهاي مشتغله. اذا من عباره اني على هاي الخانه ما اشتغل عندي، لاحظ ماكو توهج. اذا القطع هنا، حددت القطع صار عندي بهذا المكان، لاحظ اكو هسه موجود بيها. اذا اعبر على الاخرى موجود بيها، اجي على الاخرى موجود بيها، على الاخرى موجود. اذا صار عندنا اشتباه هنا بالفحص. هسه اجي اذا هاي الطريقه مالتنا كانت صحيحه، اكتشفنا بها بانه الملفات كليتها سليمه 100%، والدليل اني هسه ماسك على، خلينا نشوفكم اياها، ماسك على تشوفون هذا الخط اللي بالنص، هذا الخط اللي بالنص ماسك على الاولى والاخيره. اذا اكو تاشير عندي سيريس وصار عندي جذب. اذا هسه هاي الطريقه مالتنا صحيحه. هسه وين اروح اني؟ معناته عندي الجوين من الاسفل، من نايه من الاسفل، هذا الجوين من الاسفل بقطع زين. فاللي اريد اقوله بانه طريقه الفحص الصحيحه هي ان تحدد نص وبعدين ربع وبعدين الاخير. راح نشوف القطع وين صاير ونكمل وياكم. هنا بعد ما اكتشفنا بانه خلل بالتسليك مالته، هاي لوحة الاسلاك مالته، نصيحة اي وايرات قديمة حاول تقطعها لانه تكون تعبانة. بعد ما سلكنا لها وايرات نحاس وهسه نلحمها بالسولدر، طريقة الاختبار كالاتي، هو ان نشوف اكو توصيل دا يشدح يعني، والسيريس مالتنا ناصي زين. وبعد ما نشوف القطحة مالته معناته نشوف اكو جذب، لاحظ هاي الطريقة الصحيحة. نفس الشيء على ملف الستارت ايضا نشوف اكو قد جذب، فرها على كلها معناته شغلك صحيح. هسه بعد هاي ايش راح نسوي احنا؟ راح نجي نقوي اللحام بالنسبة للجوينات الواير النحاس اللي خليناه على الفافون. طبعا هاي جربناها، هي اسلم طريقه بالعمل، لاحظ خليها سولدر. بعد ما نخلي لها سولدر ايش راح نسوي؟
راح نجيب وايرات تسليك ونطلع أربعة حتى شنو نقدر نتحكم بالفرة ما يصير عندنا غلط ونفتح ونشد. زين عيني. بعد ما سويناها الطريقة نجيب لونين بلونين يعني وايرات أربعة نقطعهن ونجي نسلك ونعرف على ضوء بأنه هذا اللون للرننج وهذا اللون للستارت حتى ما يصير عندنا اشتباه. الطريقة هي أن نصلدر الواير مالتنا ندبله صولدر شوية ونجي نثبته. بعد ما الأصح هو أن نعبر الوايرات. طريقة تعبير الوايرات كلهن نجمعهن لاحظ سوية ونبرمهن هالشكل وندخل الوايرات من هاي من فوق ونعبرهن هاي الطريقة. زين عيني. نعبر الوايرات من هاي ونجي نسحبهن. هاي أسلم طريقة للتعبير. نجي عندنا كم ماشة ونسحب الوايرات أربعتهن سحبة واحدة حتى ما يصير عندنا مشكلة بالربط. نجي على ضوء هسه نوصل الوايرات كلهن نرجع لكم. هنا بعد ما وصلنا كل التوصيلات نتأكد من الخارج خاف عندنا توصيل رديء. لاحظوا ده يشتغل عندي السيريس والثاني ايضا يشتغل السيريس. هذا السربية قاطحة هنا. اذا شغلنا هسه مضبوط. انتهى القطع. اللي اريد اقوله من هذا الفيديو، انا شفت فيديو لاحد الاخوان يجيب كتر ويحك كل الاقطاب يقشطها هالشكل يبدي يفحص. هذا غلط. الشيء الصحيح ان نشوف هاي الدائرة، ناخذ نص الدائرة ونفحص مثل ما بينتكم بالبداية. نفحص النص، اذا ماكو نرجع على الربع. اذا كمل عندنا هذا النص نكمل على الربع الاخر، واذا كمل على الربع الاخير. اكثر الاعطال تصير هي بالتوصيلات. هذه توصيلات دائما تيبس الوايرات تبدلها، واحسن ما تشتري مروحة تقدر تسلكها بالبيت. وتحياتنا لكم وشكرا لكم.